Zira shows the rockets being launched from right inside of Gaza, with one rocket straying off course, you can follow it, and in the direction of the hospital, followed by an explosion a short time later. And then there is this audio published by the IDF, which purportedly features a conversation between two Hamas operatives, and they have confirmed it. Listen. فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي يعني. ايه؟ فهم بقول تعاون الجهاد الاسلامي. انه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا اه. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرسي. نعم هذول طالعين من المقدرة الوردي بثلاث حط محط فيهم ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم هو في مقبرة ورا ها المعمداني ولك عند الساحة بالضبط هي وين لما تدخل على الساحة اول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني اه عرفتها.